الخبر ده احنا اتناقشناه هنا كملف كامل، ملف اسعار الدواء ومطالبه منتجين الدواء بان هم يرفعوا اسعار الدواء. تم الاستجابه، بالعكس ده الحكومه حتى قالت ان انا هشكل لجنه تتابع وتسعر الدواء. قرينا مره انها كل 6 شهور ومره بصفه ربع سنويه، يعني كل 3 شهور. ايه الحكايه بالظبط وايه حكايه ال 800 نوع من انواع الدواء اللي تم رفع سعرهم بالفعل حتى الان؟ خلينا نشوف التفاصيل اكتر من الدكتور علي عوف رئيس شعبه الادويه. يا دكتور علي مساء الخير. اهلا مساء الخير يا فندم. يعني انا مش عارفه هو خبر سعيد ولا تعيس ولا ايه بالنسبه للمواطنين، بس انا عارفه ان احنا محتاجين ندعم صناعه الدواء عشان تقف على رجلها وتشد حيلها. القرار بتاع تشكيل اللجنه ده ايه حكايته؟ هو كل 3 شهور ولا 6 شهور وهيعمل ايه بالظبط؟ هو اللجنه دي شكلت من قبل رئيس الوزراء لمراجعه اسعار الدواء كل 6 شهور، وهتكون واخده مقياس بتاعها الدولار، هل هو طالع هل هو نازل. في حاله لو الدولار مثلا قل، مثلا وصل نزل 38 زي ما احنا سامعين، يعني هل في الحاله دي المفروض الدواء يزيد ولا يقل ولا يثبت؟ فاحنا لو مسعرين على النهارده الدولار مثلا على 47، لو وصل 38 يبقى الدولار لازم ينزل. صحيح، تمام. وبالتالي هي هتبقى لجنه استرشاديه، كل رايها ان هي كل 6 شهور بتاخد متوسط 6 شهور، يعني مش بتاخد شهر واحد تاخد عليه مقياس، لا تاخد 6 شهور وتشوف المتوسط، هل هو في اتجاه الصعود هو في اتجاه النزول. وفي الاخر بيبقى ده بيقدم كعنصر من العناصر بهيئه الدواء، لانه التسعير هي ليها اداره، هيئه الدواء منوط بيها، وفي لجنه متخصصه من 20 جهه لاقرار هذا التسعير. والتسعير بس مش سعر الدولاري بس، ولكن التسعير في مدخلات الانتاج زي ما حضرتك شرحت لنا هنا في الاستوديو يا دكتور. بالظبط، يعني العماله والكهرباء والطاقه وكل الحاجات دي. بالظبط. طيب حايل، اذا احنا بنقول بنسعر على حسب الدواء عشان المواد الخام اللي احنا بندخلها علشان كجزء اساسي من هذه الصناعه هي بتسعر بالدواء وبالتالي بنحاسب بيها. طيب هل بالفعل تم تسعير او رفع سعر 800 دواء لحد دلوقتي؟ هو التحريف تم من الاسبوع اللي فات، بدات الشركات تستلم الاسعار الجديده. هي مرحله هتبقى اول 3 شهور، هيبقى فيها تحريف كل شهر من 150 ل 200 دواء كمرحله اولى. والزيادات او التحريك هتبقى بنسب متفاوتة على حسب كل شركة وعلى حسب تكاليف الإنتاج بتاعتها. هتبقى بنتكلم من 15% لحد مثلا 35-40، وفي حالات ممكن توصل 45%، إنما المتوسط هيبقى في حدود 25. حضرتك هنا السنة اللي فاتت في 23 متوسط زيادة الدواء كان 24%، يعني تقريبا متقارب من 24 ل 40%. في حاجات هتوصل ل 40% حضرتك قلت لي، في حاجات اللي هي بقى هي ادويه بنسميها الاوتو سي، اللي هي الادويه اوفر ذا كاونتر، اللي هو اصلا مش بتتاخد كتير. اهم حاجه عندنا هو الدواء المرض المزمن، الضغط وسكر وكوليسترول وكده، دي اهم حاجه، لانه التحريك هنا بيبقى لازم يكون محسوب، لانه البيشن او الحال او المريض بيحس بيه شهري. بس حضراتكم اعلنتوا بالفعل او الاسعار اللي تم اعلانها ان يعني مثلا مرضى السكر تم رفع الدواء بتاعهم بشكل كبير جدا، يعني فبالتالي يعني هنا ما بقاش في قدامهم حاجه، حضراتكم لازم تنتجوا وهم لازم يدفعوا الفلوس، فمين اللي هيتعامل هنا؟ هل الدوله عرضت اي نوع من انواع المساعده لاصحاب الامراض المزمنه هتتعامل معاه؟ بص احنا عندنا الاتي. رقم واحد، هو الدوله اوريدي بدأ بتطبق منظومه التامين الصحي الشامل في بعض المحافظات، وهي بصراحة عاملة شغل كويس في المحافظات القائمة فيها. تمام. إلى أن يتم عندنا برضو الآتي، الأدوية التي تم التقدم لتحريك سعرها هي الأكثر مبيعا والأكثر دعاية عليها. طب هل ليها مسائل وبدائل لم تتقدم بتحريك سعر؟
في مسائل وبدائل ما قدمتش ومش هتاخد تحريك سعر، يعني اللي ما قدمش مش هياخد. خلاص؟ فهنا المواطن او الاطباء لابد ان هم لو تساووا دوايين في الفعاليه وفي الجوده يبقى السعر والتكلفه، وده علميا هو ده الصح الاقل لمصلحه المريض، لابد من ان هو ده يتكتب. صحيح. والمريض اللي يلاقي ان سعر الدواء بتاعه غير اكتر من طاقته يقدر ان هو يرجع للطبيب او للصيدلي ويقول له انا عايز حاجه نفس الفعاليه او نفس التركيبه اللي لسه ما تغلاش سعره. عظيم. بالظبط. وعلى فكره انت عند حضرتك احنا في 17,000 دواء متداول في مصر، وكل الادويه اللي ناقصه بنسبه 95 ل 96% منها اللي هي الادويه المشهوره ليها بدائل ومسائل، ولكن الناس بتصر عليها بالاسم التجاري، وده اللي عامل احيانا أدنى. واحيانا كمان بيبقى الدكتور اللي بيصر ان هو يكتبها، وحضرتك عارف حضرتك طبعا الدعايه اللي بتروح للدكاتره. انا هاخد مناشده حضرتك دي واتبناها هنا مع حضرتك كحديث القاهره، وبنقول لكل الاطباء لمسه انسانيه، لو سمحتوا اكتبوا البديل اللي مغليش سعره للناس. انتوا عارفين حالات الناس اللي بتجي لكم، ما تضغطوش على الناس اقتصاديا اكتر من كده، وانتوا عارفين الحالات وفق الحاله تعاملوا، يعني مش كده. انا يعني دكتور مش هقدر ما اسالكش سؤال اخير صغير كده، هل في عندنا فعلا مشكله في لبن الاطفال وعدم توفره وان الاسعار بقت خياليه ولا ايه؟ بص حضرتك، الملف ده ملف قوي ومهم، والدوله مهتميه بيه جدا. انا بقول لحضرتك لا يوجد نقص في الالبان الاطفال الغير مدعمه والمدعمه. ولا زياده في الاسعار؟ اللبن الاطفال المدعمه عند حضرتك، احنا مصر بتستهلك 50 مليون علبه، عندنا 25 مليون علبه الدوله متحمله الدعم بتاعهم ب 5 جنيه العلبه للطفل بياخد جرعات كامله، 25 مليون علبه دول عن طريق مصنع مصري وطني 100% بينتج هذه. ومتوفر يا دكتور المدعم. ولا شحيح في السوق؟ موجود بجميع مراحله، موجود اللبن اطفال في مراكز الصحه ووزاره الصحه ويتم صرفها للناس. اما الالبان الغير مدعمه وسعرها حر موجوده، وهي سعرها حر يعني مربوطه بالدولار. الدوله مستورده. الدوله مهتميه بالقطاع الخاص، وبالتالي في تكلفات للمصنع الوطني انه ينزل ينافس بسعر نص اسعار الالبان المستورده. يعني ما عندناش ازمه في اللبن. لا مفيش يا فندم. انا بشكر حضرتك جدا على المعلومه الصريحه دي، الدكتور علي عوف رئيس شعبه الادويه، شكرا جزيلا للمعلومات اللي اديتها لنا.